الأسير نهاد صبيح. عيدي احنا من مرة عشان هلا أنا نبلش أمي نصور. الأسير نهاد صبيح، محكوم 5 مبادئات و15 سنة، اعتقلوا في 15/2003، وكان مطارد سنة قبل اعتقلوه، كان مطارد سنة بعدها اعتقلوه، اعتقلوه هون في نابلس، اعتقلوه حكموه 5 مبادئات و15 سنة، كان شجاع وكان وطني وكان يحب الناس وكان يحب يساعد الناس خاصة الفقراء، كان يحب يساعدهم وهو روحه هيك يعني بلف للناس ومليح وكويس، وأنا عزيز علي كثير ابني، وبزوره كل أسبوعين مرة، مرة حطوهم في سجن السبع، مرة في جلبوع، مرة في سجن عسقلان، مرة عرامون أخذوه، مرة على شو اسمها هسا آخر إيش على عسقلان بدهم ينقلوه على هدريم، سجن هدريم، وما شاء الله عنه شجاع وقوي والحمد لله رب العالمين، هو فيش أحسن منه، الله يرضى عليه، منيح وكويس بحب الناس والناس بتحبه، الناس بتحبه كثير. قد كان عمره خالته لما اعتقلوه؟ كيف؟ قد كان عمره ابنك لما اعتقلوه؟ ابني اعتقلوه عمره 27 سنة. وهلأ كم عمره؟ هسا عمره 34 سنة، عمره 34 سنة يمه، 27 سنة اعتقلوه، هاي صار له 8 سنين بادي في التاسعة، فهمت علي؟ 34 سنة بادي في 35، يعني 35 سنة هلأ. إيه لما اعتقلوا اعتقلوه من البيت ولا من برا؟ لما اعتقلوا اعتقلوه من البيت لا ولا من برا البيت؟ لا اعتقلوا من البيت، اعتقلوا من نابلس من مخيم العين، مخيم العين من عمارة شو اسمها العمارة هي والله ما بعرف، اعتقلوه من مخيم العين في 15/2003، فهمت علي؟ بعد 7 أشهر، بعد 6 أشهر أخذوه على بحث إكفاء، حققوا معاه بعد 6 أشهر طلعوه، حكموه بعد 2 شهر، سجنوا عجلبوا أخذوه، بعد 2 شهر حكموه 5 مبادئات و15 سنة. أنا رحت أزوره في رمضان، رحت أزوره على سالم في رمضان، ضليت للساعة 6، هو طبعا كان يأذن على 5، ضليت لبعد الفطور، لأن ديت على المحامية حكيت لها ليش ابني مشكلة، بتقول لي ابنك في الزنزالة، لهو كان بده ينحكم، ابنك في الزنزالة وما بده ما حدا يزوره اليوم، ما بتحضري محكمته. روحت بعديها في أسبوع 4 أيام نشروا الخبر إنه محكوم 5 مبادئات و15 سنة، والله يعيني يا بنيتي، انضربت على رأسي على إذني، راح سمعي، مكتت عليه كثير، الله يرضى عليه، والحمد لله رب العالمين بكل، تهتميش يمه وتزعليش يمه، وأنا بزعله لما صارت الإفراجات، والله زعلت 3 أيام وأنا مريضة، ما عيطت فرحت عشان ما طلعش مع الإفراجات، والله زعلت وعيطت وبكيت، والحمد لله رحت زرته يوم الثلاثة اللي مرات، والحمد لله حكى لي يما خلي معنوياتك قوية يما ما تزعليش، وخلص احنا يما رجال للحبس وندري ايش، قاعد يكسر علي بدل ما اكسر علي انا، هو صار يحكي لي تهتميش يما، وخلص حكيت له انا امي يما لما شفت المساجين طالعين الله بيعلم في حالتي شو صار مصيري، والحمد لله رب العالمين، هي محبوس لحد الان ان شاء الله انه بخرج ان شاء الله. خالتي هلا تقدر توصفي لنا شخصية ابنك وهو جوا السجن وهو برا السجن؟ معنوياته قوية ما شاء الله عنه، الله يرضى عليه، والله بيجوا شباب صغار ما بيعرفوا شيء، هو اللي بقوم فيهم، هو بداريهم وهو مسؤول، وهو ما شاء الله عنه ولا في أحسن منه إلهم، يعني بيعمل حاله يعني هو كأنه أم إلهم، كأنه أم وأب للمساجين اللي بيجوا جداد، بيكسر عليهم بيهديهم ما شاء الله عنه، زي بحكي لك ايش بيعملوا في السجن وكيف حياته وكيف عايش في السجن. بحكي لي يما عايشين منيحين، كل 8 كانوا فيها السبع، كل 8 في غرفة، هلا كل 3 4 5 في السجن في عسقلان اسمه اشكلون، هو 5 في الغرفة وباكلوا، بيعملوا من الفينو بفتتوه بيعملوا كنافة، وبيعملوا منساف وبيعملوا أكل جاج، بقول زي ما بتاكلوا يما احنا بناكل، بس عارف شو عشان ما بشوفوش الفضاء، عشان ما بشوفوا الفضاء هذا الصعب عليهم، بس ما بوروا ما بحكي لي، يعني لو انه زعلان ما بفرجيني عشان انا بزعل. خلال فترة اعتقال هاي انحكم يعني في الزنزانة، كان انحكم انفرادي اشي؟ اه كان انفرادي، كان انفرادي حاطينه في الشبح مشبوح، شبح الله بيعلم في اليوم يشبحوا طول النهار، بعدين يرد يفكوه يروحوا يرد يحققوا معاه يرد يشبحوه 3 أشهر 4 أشهر وهو في الزنازيل،
حتى لما كان يجي على السجن على المحكمة في سالم كانوا يحطوه في الزنزالة، ولما يجيبوه على المحكمة مكلبش بيديه وبجريه، ولحد الآن بيجيبوهم مكلبشين في ديهم وفي جريهم. لما بيجيبوهم علينا على الزيارة، تخيلي لما أمي تشوف ابنها في هالمنظر هذا شو يعني؟ تخيل لما أمي تشوف ابنها مكلبش بديه وبرجليه، بصحلهاش تشوفه إلا من وراء القزاز وعلى التلفون بس. بصير تشويش خلال الاتصال بينكم؟ كيف؟ خلال الاتصال بالسجن مش تحكوا معهم في التلفون؟ بصير تشويش؟ بصير تشويش، وساعات منسمعش. بعدين حاطين لنا المكالمات المراقبة، هم كاتبين لنا المكالمات المراقبة، فهمت علي؟ قبل وصفي شخصيته قبل ما ينحبس، قبل الانتفاضة، قبل هاي صوفي يعني يحكي عنه كإنسان كشخص أكثر يعني. شو كان يعمل؟ كيف كان يطلع هو أصحابه وكيف يسهر وين يروح؟ كان يسافر، كان يطلع مع أصحابه، كان يروح ويجي، ودائما في الشرطة. كان أولها قبل الانحبس كان في الشرطة، كان في السلطة، بعديها انتسب لشهداء الأقصى، كان يروح ويجي ويحارب اليهود. شو نعمل فيه؟ ولا خالتي ركزينا على شخصيته أكثر. شخصيته يعني كيف بس يجي على البيت؟ كان يحب، كان يكره، هذا الشيء اللي احنا مهتمين فيه أكثر. يعني في أولاد بس يجي على البيت بناغشك، بمزح معك، كان يناغشني وحنون علي، حنون كثير لليوم، حنون علي ولا بحب يموت علي على أمه. كان يجي على الدار، كان الدار لها حس ولها حركة الدار. لما يجي يفوت علينا كان يلعب مع أولاد أخوه، مع أخوته، معنا، يلعب كرة القدم، يروح ويجي، يسافر على عمان. كان فيش أحسن منه في هاي الشغلات، يعني يروح ويجي. كنتي ناوي تجوزي خالتي؟ كنت ناوي أجوزه، خطبت له مرتين وكل يستنى. ورحت شفت وحدة بس حكت لي طيب برد لكم جواب، بعدين كان حكى لي لا يا أم ما بدي، استني. لما فاتوا علينا اليهود كان لي استني، تريته كان مطارد، وكانوا يجوا علينا في اليوم 3-4 مرات يكسروا الدار علينا. هم اليهود جو فتشوا عليه، وما كانش عندي، كان في البلد بعيد عني، كان ما أسمع إلا صوته. مرة أخذوا كل أولادي اليهود، أخذوا أولادي كليتهم، ما خلوش ولا واحد عنا إلا أنا والختيار. أخذوا قالوا لي بدي أخذهم كليتهم حتى يجي نهاد. ناهد كانوا يحكوا له، قلت لهم أنا ما بعرف عنه ولا ما بعرف، ترى ما بعرف عنه وين هو. لما اخذوا اخي واتصل فيي حكى لي ما تخافيش يما، خلي معنوياتك قويه يما، انا ما تخافيش علي، فيش علي شيء. كان يخبي عمره في حياته ما حكى لي شيء على شيء، يعني ما كانش يحكي لي، فهمت علي؟ الله يرضى عليه، الحمد لله رب العالمين، الله يرضى عليه. هذا اللي صار. خالتي شو بتتمني هلا لابنك ولا اتمنى له الافراج العاجل للاسره جميعهم ان شاء الله. جميع الاسره، وهو جميع الاسره قبل ابني، بتمنى لهم الافراج العاجل ان شاء الله، بنشوفهم عن قريب. ما بتمنى الا امنيتي، ما بتمنى يا حبيبتي الا ابني يفرج عنه وعن المساجين كلهم، عن جميعهم. هلا لما تعملي اكلات في البيت بتتذكري؟ بتنغص عليه، بتذكره. قعدت سنه كامله وانا كل ما اطبخ طبخه اللي بحبها اقعد ابكي وعيط، احط شلال عيني، فهمت علي. كنت اعيط لليوم بعيط، ابكي اسال فيه في السجن، يما بتاكل الشغل الثاني، يما ليش انت يما بتسالش على اكلك؟ اقول له بسال عن اكلك يما، بدي اشوف اطمئن عليك يا حبيبي، انت مليح وكويس؟ كل انا مليح يما وكويس والحمد لله رب العالمين، والسجن ما بسكر على حدا. في عنده مشاكل صحيه شيء ابنك؟ لا الحمد لله، الحمد لله ما عنده مشاكل صحيه، بس خلع سن، بس سن واحد طلع له. كان في الاسر يروح على سجن الرمله شيء؟ كان يلاقي صعوبه؟ لا ما راح سجن المستشفى. لا ما راح على المستشفى ان شاء الله، عمره ما بروح له ولا المساجين، ما راح على المستشفيات. كان بعالجوهم، بعطوهم حبه اكمول وبشربوها وخلصت راحت، وخلع له اياها الدكتور تاع السجن، طاحوني، فهمت علي؟ بس طاحوني، واحد رايح له والحمد لله صحته كويسه ومنيح الحمد لله. سمحوا لك مره واحده تصوري معه؟ احكي لما فوت تصوري معه. تصورت ذكي صورتي تحت يوم احكي ضيع صورتي لي. اظن تصورت انا وياه، هذا في سجن رامون، هاي تصورتها في سجن رامون. مرة سمحوا لك انك تفوت تصور؟ اول مرة بحضن وبمسكم بعد 5 سنين. الحمد لله. احكي انت مش عندك شيء؟